وزارة التربية والتعليم في الكويت والسعودية في الإمارات منعوا الضرب، وهذا حتى في الإمارات سألت، لكن للأسف صار المدرس ذكي يأتي بطريقة إيش؟ عكسية، وهو أن يتلفظ على الطلبة الفاظ أشد من الضرب. طالب في الثانوية العامة تقول له اسكت يا قرد، مدرس كذا، أنا أعرف مدرس منفصل، اسكت يا قرد، اسكت يا عنز، اسكت يا حديقة حيوانات، هذا مو منفصل ده، هذا طول عمرك حط شباك وخلي مقصود تذاك يزورون حديقة. ناخذ اتصال من جراح معانا، تفضل يا جراح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت جراح ارفع الصوت لو سمحت. الله يجزاكم خير. الله يحييك يا سليمان. الله يحييك يا جال جنة وثمان. ان شاء الله، والله من اشوفك انا استانس، بس يشرح قلبي لا شفتك على طول، والله اني استانس. الله يجزاك خير. الله يكرمك. انا بتكلم عندي سؤالين والله اراضيينكم، بس بتكلم بقول سؤالين واطرح عليكم وانتوا عاد. الصوت بس يا شباب، انا عندي سؤالين. السؤال الاول بس ان انا عايش في الكويت ووالدتي في السعودية وابوي في الكويت مع مرت ابوي، وما يسأل ولا يدق ولا يحن ولا شيء، وكل ما ادق عليه ما ادق عليه احاول اني شنو ابي، بس اني ابي رضاه، كل ما ادق عليه اقول ابي بس اني رضاه، حتى لو ادق عليه تهاوش معاي ولا شيء اقول لها انا بس كافي انك بس تسمع صوتي. بس يعني كل ما ادق عليه. السؤال الثاني جراح. هلا؟ السؤال الثاني لو سمحت. السؤال الثاني، انا الواحد مو برا موضوع عادي ممكن. الموضوع بتكلم، الواحد يقول يا شيخ سليمان. ما سمعت السؤال الثاني مرة ثانية. شيخ سليمان. ايوه سامع، الحين صوتك زين. الحين زين، تفضل. الحب دور يقولون يا شيخ سليمان، وانا احب لي واحده بيها لله بتزوجها، بس المشكله ابوها مو راضي، ايش اسوي؟ هذا الحين الله يعينك والله اني اتكلم وابيها تسمعني وابيها اسمعك اقول الله يعينك، الحب بلا وسوء العشق سم قاتل. الحين تسمع الاجابه ان شاء الله يا جراح. ابو بندر معانا، تفضل ابو بندر من الدوحه. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمه الله. عليك الله السلام. ايش حالك؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا. حياك الله. ممكن نكلم الدكتور؟ معاك الشيخ، تفضل. الشيخ ايش حالك؟ الله يسلمك. الله يسعدك ربي، يجزاك الجنة. احبك الله الشيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه، الله يجزاك خير. الشيخ الله يسلمك، انا عندي الوقت، انا احب الارض اللي تمشي عليها الوالدة. الله اكبر. الله يجزاك. الشيخ الله يسلمك، انا اخرت زواجي خايف انه يشغلني عن الوالدة. ما شاء الله. والشيء الثاني احاول اني اطلعها معاي، تطلع معاي شوي، بس ما تطلع الشيخ، ما ادري، خايف انها تساعدني انها كذا. شلون ايش؟ يعني احاول اني اطلعها معاي نتمشى مع بعض ولا شيء، وكلها خايف انها تعبني في الطلع، ما تطلع. يعني تعتذر من الخروج، ها؟ نعم. الشيء الثاني شيخ عندي، الله يسلمك عمتي، سمعها فيك شوي، فلما بتكلم معها لازم اطول صوتي، فبعض الاحيان يكونون عيالها جالسين ولا شيء، اطول صوتي، فما ادري احسب يفكرون اني انا صوتي عالي عليها. ان شاء الله. لا بلغ عيالها عشان تزول عنك الشبهه. احنا معنا ام عبد الرحمن، تفضلي. عبد الرحمن. الو، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. شكرا على البرنامج الحلو. الله يطول عمرك، تفضلي. احببت اقول مشكلتي، حبيت الشيخ يقول لي الحل. تفضلي. انا مشكلتي مع جدتي. حلم. لا مشكله عفوا. يعني ما هي مشكله، بس انا صار معي حاله نفسيه يعني. تفضلي. وزوجي يقول لي كلام حلو، ما اختلفنا. بس المشكله اني احس انه هو يضحكني بالكلام هذا. مو صادق معي بالكلام هذا. ان شاء الله ما ادري. ريم معانا، تفضل يا ريم. ايوه. اي تفضل. تفضل يا ريم. اي عندي سؤال. تفضلي. اقول؟ اي تفضلي. اي عندي سؤال، انه لما تكون العلاقه بين الوالدين مره قويه يعني. يعني صارت الحين مثل صديقتي، واصير اتكلم معاها عادي، اعلي صوتي، و يعني هي مسامحتني. وانا خلاص يعني ما ادري، هذا يخلي غصب العقول لما اكون اكلمها، واحس انه عادي هي توافق لي انه عادي، ما تحس انه صوتي عالي عليها، بس خلاص صرت زي ما حسيت الحين. هذه الوالده تقصدين انها ترفعين الصوت على الوالده؟ اي نعم. ماشي يا ريم، تسمعين ان شاء الله الجواب ان شاء الله.
شيخنا الكريم كثرت الاسئله ما شاء الله، وحنا لازم نرفق بالاجابات بعد. اي نعم، وقبل ان ننتقل عن قضيه المعلمين والمعلمات الذين يعني تولوا في ذات اكبادنا تمشي على الارض، وقواريرنا التي تذهب للمدارس، القوارير طبعا النساء البنات، الرسول قال رفقا بالقوارير والاولاد فلذات الاكباد. فنقول لهم ان الاصل في التعليم، لانه انا اخشى ان واحد مدرس او مدرس يسمع الكلام اقول الاصل في التعليم ايش؟ الرفق. الاصل في التعليم الرفق. وكذلك الاصل في التعليم الرحمه. والدليل شفنا اجمل الدليل، وانا اعزو الكلام لاهلي عشان لا يقولوا ما شاء الله الجبلان الصباطه قوي، لا اعزو الكلام لفضيله الشيخ رحمه الله واسكنه فسيح جنانه ونور له بقبره، الشيخ محمد متولي الشعراوي، تعرف الشيخ مصر. كنت الحقيقه في اول حياتي اسمع له اشرطه، وكان ياتي بالتلفزيون السعودي، فاخذت منه كلام كتبته الى الان انا انقله في المدارس ورحمه الله. انظر هذا الصباط يقول ان يجب على الواجب، شوف يجب على المعلمين ان يكون الاصل في تعليمهم كما قلت الرفق والرحمه. ولكن عندما نقول الرحمه بالذات لان النص واضح في القران، وشلون يا شيخ محمد بتولي كيف؟ قالوا ان الله سبحانه وتعالى عندما بدا بسوره الرحمن، اقرا سوره الرحمن يا شيخ علي، بسم الله الرحمن الرحيم، الجبار علم القران كذا، القوي علم القران، لا الرحمن علم ايش؟ القران. يقول رحمه الله شيخ محمد فبدا بايش؟ بصفه الرحمه، انه يجب على كل معلم كائنا من كان، خصوصا الدكاتره هذول في الجامعات، الدكاتره احذرهم وهم يسمعون الان محبه والله لهم، ومحبه في اولادنا اللي تحت ايديهم، دكتور في الجامعه ينبغي ان يترطب بابعد، ليش؟ لانه يكلم الان رجال، يعني في الجامعه كم عمره دكتور؟ ولا يتكبر عليهم. كم عمره يا دكتور الطالب في الجامعه كم عمره؟ 18 ل 22 22 صار رجل، البنت اللي دوت في الجامعه المعهد اللي امس يشكون في الاخت مديره المعهد اللي راح تلمها وش اسمها المعهد السكرتاريه، اشوفهم كلهم صفقوا لها جزاها خير، ليش؟ لان سمعت انها ما شاء الله انسانه متفهمه، انسانه لينه، انسانه سهله. ينبغي القضيه ذي لا ينسى المدرس والمدرسه، كل من يسمع الان في مصر في المغرب العربي يدوم مجلس التعاون يقطعون الايه امام عينهم، الرحمن علم ايش؟ القرآن. فاخذ صفه الرحمه، ذلك المدرس الذي ياتي للفصل وياتي بكيس، الله يوفقه قلامي ويجزاه خير، عبد الله العقله اخو زوجتي، ويجيب هذا الكيس يحطه طول عمرك في الدرج، واذا جاء الطلاب اعطاهم. تلك المدرسه اللي بالامس القريب، بالامس جت بنتي صفيه فرحانه فرحانه في اولى ثانوي، وش بك؟ قلت يبا يبا المدرسه اعطتني ورده، مجرد سألت سؤال وجاوبت عطتها ورده، شوف جت فرحانه، حركه بسيطه، لكن عندما رفقت بها الرفق العملي، انت ايش قلت كلام البخاري؟ نعم نعم. اللين الرفق هو لين القول بالجانب القول والفعل، نعم. فالفعل هذا الرفق ولا مرفق؟ عندما تاتي الان شوف اي مدرسه، خليها تسوي شيء عملي لها، انا سوي عملي، اذا راحت يوم الاحد تاخذ معها هدايا، خصوصا مرحله ابتدائيه ان كانوا طلاب كبار. صور يا دكتور علي يا شيخ علي، لو دخل دكتور انا في جامعه، خلى الدكتور موسى الجويس اللي معنا يسمعنا الان، هو دكتور من دكاتره المحاضرين عندكم الكويت، يوم الاحد طبعا عندكم الجمعه والسبت اجازه، نعم. يوم الاحد خلى ياخذ معه كيس او شنطه اللي ياخذها من دون ما يشوفون الطلبه، وياخذ معه عطر ماركات، عطر ماركات المعروفه انكل جو، عطر هيفي اللي يعطونه في الدعايه انه زين، وياخذ معه اربع خمس قوارير ويسكت، واذا سال في القاعه طلع قارورة الماركة أبو 150 على قولهم 15 دينار عندكم صح؟ وقال خذ يا طالب، والله ينتشر صيته في الكويت، صح ولا مو صح؟ وأنا جربتها، أنا أوقي دخلت جامعات وجامعات في السعودية والكويت، جامعة دنبرة وكسفورد في بريطانيا دخلتها قبل كم شهر، جامعة مصر، مصر الجديدة 6 أكتوبر جامعة مصر، جربت أخذت معي، هذا الشيخ مظبوط، الله شيخ على قولهم مكة، قح، طيب ليش؟ والمخرج يقول يبي عطر يبي عطر يبي عطر ويبي فاصل يبشر يبشر طيب اعزائي المشاهدين، ام دلال وام عبد الرحمن وام محمد وجراح كذلك وام بندر من الدوحه وام عبد الرحمن وريم، بعد الفاصل نجاوب لهم ان شاء الله. صرفت الى ووجهت وجهي نحوه. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى في برنامجكم نظره شرعيه، وضيفنا الكريم هو الشيخ سليمان بن عبد العزيز الجبيلان، وموضوعنا عن الرفق. وقبل الفاصل شيخنا الكريم سأل عدد من المتصلين أسئلة، منهم أم عبد الرحمن في الدوحة، قالت أن الزوجة تمنع الزوج ربما من صلة رحمه. أعوذ بالله. نعم. والسبب؟ هذه يعني هي تقول ما هو الأمور سبحان الله. هذا لما أقول لك مثل أشياء مثل تو اللي يضرب أبوه، هذه أشياء حقيقة ما يقرها العقل الغير المسلم. كان المسلم ما يقرها، فكيف المسلم العاقل اللي عنده دين وعنده الشرع يمشي عليه؟ بدل ان يشجع، يعني انا بالنسبه لي مثلا اجي زوجتي يقول يلا قوم زور عمتك، روح لعمتك، قوم زور خالك، قبل امس وقف خال زوجتي وانا في القصيم عندها، شفت واقفه قلت لزوجتي ترى هذا خالك، قالت لي والله طب وقف في الشارع، وقفت جيت حبيت راسها، هو خال زوجتي مو خالي انا، خال زوجتي، يعني انا ما لي صله فيه صح؟ اللهم ان هذه البنت اخت معي،
فتؤثر شايب عمره فوق 70 سنة وصار بالغ اللي يبكي. بدل الزوج الله يجزاه خير تعين زوجه على الخير تقول له يلا يوم الجمعة ما عندنا شيء اليوم.